نقل موقع الحرة عن مصدر أمني ليبي تأكيده أن قاربا لبنانيا على متنه مهاجرين غير نظاميين تعرض لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من ركابه، لافتا إلى أنه بعد جر القارب إلى شاطئ في أقصى الشرق الليبي لا يزال مصير الركاب مجهولا. يذكر أن قارب هجرة غير شرعي انطلق في 11 من أب الحالي من شاطئ بلدة الشيخ زناد العكرية متجها نحو إيطاليا مرورا عبر المياه الإقليمية الليبية، وبعد إبحارهم مكث الركاب في عهدة السلطات الليبية التي أوقفتهم وحققت معهم ليتبين أن من بين الركاب لبنانيون وفلسطينيون وسوريون، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم. والد أحد المهاجرين عبر السفينة يؤكد أنه لم يكن على علم بقرار ابنه الذي حاول السنة الماضية الهجرة من دون أن ينجح في وقت يعاني وضعا ماديا صعبا جدا، فهو يعمل صيادا في لبنان ويقول والده لم يملك دولارا واحدا لدفعه مقابل المقعد الذي حجزه عبر القارب، فلو كان في حوزته هكذا مبلغ والمقدر بحوالي 6000 دولار لما فكر بالمخاطرة بحياته. رغم أن هذه الظاهرة تتكرر في لبنان، إلا أن والد المهاجر شدد على أن لا أحد من المسؤولين أو لا هذه القضية أي أهمية، رغم أن المركب كان يقل 110 أشخاص من بينهم 40 طفلا. يذكر أن السفينة أوشن فايكينج التي تستأجرها منظمة SOS ميديتريني غير الحكومية كشفت في وقت سابق أن 127 شخصا من بينهم 9 أطفال كانوا على متن 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا. من جهتها أفادت المنظمة الإنسانية أنه من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272 هناك 32 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة، موضحة أنهم من 23 جنسية.